السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله. وصفة اليوم راح نحكي على الفجعة أو الخلعة أو الخضة، كل واحد في دولته راح يسميها شيء بس نتيجتها واحدة. في خضة تكون جديدة وفي خضة تكون قديمة، تأثر على المعدة وعلى الكولون وعلى أخلاقيات أو سلوك الطفل بالتحديد أو حتى الكبير. يعني راح يكون عنده كركبة في النوم، عنده فجعات من أي صوت يسمعه حتى لو كان خفيف، يصير عنده الاختلال في الثقة في جسمه، في جسده، في تفكيره، في معاملته مع الآخرين. فاليوم لكم العلاج سهل وبسيط، هذه طريقة حق الجدات، يعني أنا استعملتها بصراحة واستعملوها ناس كثير ومرضى عندي وجابت مفعول جدا رهيب. أنا علمتني هي واحدة صديقة لي ولما استعملناها جدا يعني خرافية وقوية قوية قوية. ما عليكم إلا تستعملوها وتدعوني بإذن الله تعالى. من زار القناة جديدا فحياكم الله، حاولوا تشتركوا وتستفيدوا جميعا. آخر الفيديو إن عجبكم إن شاء الله تستفيدوا منه، لا تنسوا تشجعوني بلايك. أحبكم في الله. رح نرجع لوصفتنا. وصفتنا بمكون البصل الأحمر. أهم شيء يعني لا تغيروا في المكون أو تنقصوا، أو حد يسألني في التعليقات لو حطيت أنا بصلة بيضة مثلا أو على بينك شوية إيش رح يصير. لا، استعملوا زي ما أقول لكم. وصفة اليوم رح تستعملوا فيها البصل الأحمر، الأحمر اللي مايل على اللون البنفسجي أو على اللون الأزرق. فهمتوا علي؟ يعني مفعولها ومكونها راح يكون فيها أجسام مضادة كثيرة للجسم ومناعة وأشياء كثيرة، بس إحنا اليوم الفائدة هذه تكون أضعاف لأضعاف إن استعملناها بهذا اللون. فعلا جربناها بهذه الطريقة ولقينا نتيجة جدا قوية ورائعة. إيش راح تسوي؟ البصلة هذه راح تقشروا القشور اللي فوق الأولى فقط، يعني تغسلوها من فوق، القشر الرفيع الصغير تقشروه من فوق فقط، يعني مش راح تزيلوا القشر كله، فهمتوا؟ بالنسبة للقاعدة اللي فوق اللي عليها زي الشعر لا تشيلوها، بس اجرحوها شوي. انا راح اوريكم بالصورة ان شاء الله. وراح تجيبوا 21 عود من المسمار اللي هو القرنفل. بعض الدول يقولوا مسمار، بعض الدول يقولون القرنفل. راح تستعملون القرنفل ب21 حبة، اوكي؟ راح نغرزها على البصلة الحمراء المايلة للون البنفسجي، يعني لونها جدا قاتم، فهمت علي؟ من الأفضل نستعملها أيام القمرية، يعني 13 14 15 في الشهر الهجري، وتقدري تستعمليها يوم ثاني ما عليك. يعني أنا شفتها لما استعملناها يوم ثاني، بس هي الحرمة قالت 13 14 15 من التاريخ الهجري تكون جدا قوية، وخاصة إذا كانت الفجعة أو الخلعة قديمة. إذا كانت قديمة استعملي هذا التاريخ. طيب ادعوا لي بس لأن نتيجتها جدا قوية. المهم راح تغرزي عليها المسمار 21 حبة فقط، أوكي؟ وراح تحطيها في إناء شفاف. اسمعوني، في وصفات كثيرة شبيهة لهذا، بس هذه الطريقة مفعولها رائع وسريع، واستعملوها زي ما أقول لكم. يعني لا تحطوها في إناء غامق لأن نحتاج إلى ضوء القمر وضوء النجوم، فلازم تكون شفافة من تحت عشان تكسب أشعة الضوء. هنا هذا السر عند الجدات القديمات اللي استعملوها، أوكي؟ راح نستعمل الإناء يكون شفاف أو الصحن يكون شفاف، اللي هي الزبدية اللي راح تحطي فيها البصلة، وتغمريها من الماء لين تختفي، يعني لين تغطي البصلة كاملة، وتضيفي إليها ملعقتين من الحلبة. الحلبة تنظفيها وتقولي بسم الله، أهم شيء ما تكون عليك الدورة، تكوني طاهرة، أو يسويها زوجك أو أحد أفراد الأسرة يساعدك فيها، سواء سويتيها لنفسك أو سويتيها لأفراد أسرتك. ملعقتين من الحلبة هذه نافعة لشخص واحد، يعني نقدر نكررها لأفراد الأسرة كاملين بس مو بهذه الكمية، يعني فهمتي علي؟ يعني ملعقتين و21 حبة من القرنفل وحبة البصل لشخص واحد فقط. تكرري العملية للشخص الثاني أو تسوي أكثر من واحدة في نفس اليوم ما عليكي، فهمتي علي سيدتي؟ أوكي. وتغطيها بشبك، شبك أو أي شيء نستعمله زي ننخل فيه، مثل المنخل اللي ننخل فيه الأعشاب أو أي شيء في البيت نغطيه، ونقابله في البلكونة أو في الحوش أو فوق السطح، أو أهم شيء مكان نظيف، ونخليه يقابل القمر وضوء النجوم، أوكي؟ إمتى نستعملها؟ نستعملها في الليل وقت متأخر،
ما نستعملها على أذان العشاء والصوت والصراخ حق الأطفال والتلفزيون، لا، الوقت يكون هادئ عشان هنا تكتسب طاقة. هنا العلاج يكون بالطاقة وبالعشبة نفسها اللي هي البصل، قرنفل، الحلبة. وبعد عقب ما تصلين الفجر مع في الصباح قبل شروق الشمس دخليها البيت، صفيها من المكونات كاملة. أوكي، راح نصفيها العشبة هذه، نشيل البصل، نشيل القرنفل، نشيل الحلبة، وراح نستعمل بس الماء، نحطه في أي إناء نظيف ونحطه في الثلاجة. أول ما يصحى المريض أو أنتي راح تشربين على الريق جرعة فنجان، أوكي، وفي المساء تشربين كمان، يعني أهم شيء تشربين الصباح والمساء لين تخلصي الكمية. تقدرين تكررين العملية بس في أول استعمال، رهيبة 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 صراحة، إن شاء الله تستعملوها وتدعوا لي. لا تنسوا تشجعوني بلايكات، وصفة جدا قوية ورائعة، إن شاء الله ربنا يمتحكم بالصحة والعافية دوم يا رب. مع السلامة، استودعكم الله.